السلام عليك يا بندياس، وعليكم السلام ورحمة الله. أنا صحفية من الخليج العربي، وأريد أن أتحدث معك في شأن الأمور التي قمت بها لاحقا، في أمور هي أمور غير جيدة، ولكن أريد أن أجري معك صفقة صحفية، نعم. وهل تقبل بهذا؟ كيف هذا؟ أقبل. شكرا لك. أنت من مقبلة؟ الطاقم الصحفي، أنت مقبلة أولا، متقبلة. اسمح لي، ما هل أنت متقبلة لهذا لا لا أنا المحدث؟ أقبل، أنا أقبل وإني أتفضل بالشكر ومقبلة بحق نعم المقبلة. نعم الحمد وأنا لله. أتقبل لك بالشكر من الطاقم الصحفي للخليج العربي. إن شاء الله. نعم. أريد أن سعادة السيد بندياس، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم. السلام عليكم. أريد أن أسألك كيف تم أريد أن أسألك كيف تم سرقة كتاب الإنجيل؟ استغفر الله. كتاب الإنجيل كان عند صهيون و في إذن أنا أتحدث معك من فضلك. نعم، أتحدث وعندي اسمعي، أنا أتحدث، أنا تحدث. الذي أتحدث، أنت سألتني، نعم لقد سألت. ولكن أنا سأقول لك ستجيب الرد، عن السؤال. سأجيب على الرد. هذه الكلمة هذه حط علي في الأخبار وفي وفي الصحف. مجال الإنجيل والمجلات الإنجيل. أجل أجل. نعم. كيف تفسر هذا من فضلك؟ هذا التفسير هذا كنت في معبد الكنيسة، نعم وكان هناك يهوديا، نعم، قديم، عنده في سن 1500 في السن. نعم. هل هذا صحيح؟ نعم، هذا صحيح، طبعا طبعا. تفضل لأنني تفضل. سولته وقلت سألته نعم. هل كم لديك في السن؟ قال لي 1500 ما شاء الله سن. ما شاء الله. قال لي رأى النبي محمد صلى الله صلى عليه الله وسلم عليه تسليما، وسلم. ولكن لم يؤمن بالله تعالى. عز وجل. عندما سألته قلت له هل تملكون كتاب الإنجيل في هذه الزمان؟ قال لي نعم. فأعطاك إياه. فلما سألت قلت ولكن الإنجيل محرف، ولكن قال لي لا، عندي كتاب غير محرف. ما شاء الله. فسألته قلت له آتي بي. قال لي ما أنا قادر أن أتي به. طائق فيه، ما طاقش فيه. قال لي أنت مجرم. قلت له ما أنا بمجرم. قال لي أنت مجرم وداخل في الكنيسة. قلت له لا، قلت لكي أرى ماذا وقع في زمان قبل تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فلما أتي به أخذه وأقرأ، فعندما علمت أنه الحق فأخذته وقتلت صاحبه في هذه الزمان 2017. ما شاء الله. قتلته حسنا حسنا، هو سوف عاش نمر إلى السؤال الثاني. 1500. حسنا شكرا. قتلته وأخذت الكتاب وسير به إلى الكنائس ويحكموا علي بالإعدام. ما شاء الله. ما فعلت حسنا شيء، هذا جيد سيد أنا بندياس. قتلت صاحب هذا الكتاب. حسنا سيد بندياس. نعم هذا حق، نعم هذا حق. سنمر إلى ولكن السؤال هو الثاني. لماذا كان عنده مخبأ في بيته منذ 1500 سنة؟ هذا هبيل، هذا محمق.
سوف حسنا 500 عام، حسنا يا سيد. إذن هو يستحق الموت. نعم بالطبع. وأنا لماذا أستحق العذاب؟ لأنه أصلا أو غير موجود، هذا غير موجود أصلا، هذا الإنسان غير موجود، غير موجود. الكتاب موجود ولكن ولكن الإنسان غير موجود. هذا الإنسان غير موجود، هو إنسان قديم جدا 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 كثير، ولكن في نظري أنه يشبه المسنين 20 عام، ما شاء الله، 18 عام. طبعا معجزة الله تعالى عز وجل، أكثر من 1500 عام. حسنا يا سيد بندياس، سنمر إلى السؤال الثاني. كيف تم سرقة، وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. كيف تم سرقة نيف أصنام هامون؟ كيف تم سرقة، كيف تم سرقة نيف أصنام هامون؟ نيف هامون، كنت أحتاج إلى حجارة، فلما أنا كنت في بلجيكا، فلما لم ألحقت على أحجر من النوع طراز مصر القاهرة، ما شاء الله، فذهبت إلى القاهرة لكي كي تفعل ماذا؟ أقلب على الحجر. نعم. فلما رأيت تلك التمثال نزعت له أنفه. نعم، نحيت أنفه. وأين الأنف الآن؟ الأنف الحجر حطمته لكي أبني بيت في بلجيكا. بهذا النيف الصغير؟ بهذا الأنف الصغير سوف تبني؟ هذا صغير؟ هذا كبير، أكبر من هذه المنزلة. ما شاء الله. وسمح لي سيد بندياس، حمقى. اسمح لي سيد، احترمي. اسمح لي يا سيد، لقد نسيت من أين بلدي أنت. ارحمي من في الأرض، ارحمي من في الأرض يرحمك من في السماء. هذا صحيح. لا تضحكي علي، أريد أن أسألك سؤالا. أريد أن أسألك سؤالا، من أين أصل أنت؟ من أي أصل أنت؟ أنا أصل هو العالم. من أي عالم أنت؟ عالم، كل العالم. لا يمكن عندك أصل. لا لا لا، أصل أصلا لي. أنا أصلك من السعودية. أنا أصلا لست أصل. أنا لكي أكون أصل، أنا أعيش في بلجيكا باللغة الهولندية بالفلامان. أنا أعيش مع فلامي وهم يتخوفون بي. لماذا؟ لا أعرف لماذا. اسألهم هم لماذا. فلما أوتيت بتلك الحجارة النيف قاموا لكي أبني بيت، قالوا لي من هذا، من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ قلت لهم من من مصر، إلى هل من جبل أم؟ قلت لهم لا، أنا أحمق، أذهب إلى الجبل وأحضر. فذهبت إلى أصنام حقيقية. وكيف حملتها إلى بلجيكا؟ بطيارات، صواريخ وكل شيء. يعني أنك رجل مهم، عندك وفد وعندك مهم، عندك مال وعندك. لا لا لا، مال لا مال ولا رزق ولا، الحمد لله رب العالمين، رزق لله، المال لله، سبحان الله، الملك ونعم بالله، ونعم بالله، والملك هو الله سبحانه وتعالى. سوف نمر إلى السؤال التالي، وهو كيف. هل عندي مشاكل أكثر؟ لا، أوكي، بالطبع هنالك في اللائحة، أنا لا أعرف، هنالك في اللائحة بضع الأسئلة المتبقية. أنا بنفسي ليس لي بلد. هذا ظاهر عليك من هندامك. هل نزلت من القمر أم من السماء أم من المريخ أم كما قلت من السماء؟ كلنا من السماء. كيف تم كلنا من السماء؟ لا تحدثني التجلط. لا، أنا أعني أنه خلقنا الله تعالى عز وجل، وأن الله في السماء. من يقول هذا؟ من والله يقول؟ طردنا من السماء. من قال هذا؟ من؟ هذه في آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اهبطوا منها جميعا، صدق الله العظيم. اهبطي انتي أجمعين معه.
أنا لست معهم. ما شاء الله. تكلمي واحترمي، كوني من المحترمين. سامح. احترمي نفسك. سوف نمر إلى وسامحني. احترمي من في الأرض يحترمك من في السماء. ما شاء الله. كيف تم سرقة مدفع الفلامنكين؟ هذا؟ كيف تم سرقة مدفع الفلامنكين؟ استغفر الله. هذا المدفع هو من ذهب. ما شاء الله. ذهب خالص. فعندما كنت في الأنتويربن كنت. وما هي الأنتويربن؟ وما هي؟ هي اسم مدينة في بلجيكا. طبعا. أنا أقيم هناك وفي أمستردام، ولكن أقيم أكثر في هذه المدينة. في هذه المدينة. اسم فلامنكية. نعم، فلامنكيين اسمه أنتويربن. أنتويربن. نعم، كنت أسرح بالكلاب والحيوانات المتشبكة من حديقة الحيوانات. طبعا. فرأيت مدفع ذهب. عملت التليفون قمت بإتصال هاتفي نعم لكي يأخذون تلك المدفع الذهبي لكي أبيعه لأمريكا، إنه ثمين. أنتم تعرفون سوى أمريكا. أعطتني بليون أيورو وأعطتني سلاح ضد الكفار العرب، وأعطتني كتاب فيه مرسوم فيه أنه سنغزو العرب بكل شراسة، كل العرب في أفريقيا أم في آسيا. هذا هو. شكرا لك. شكرا لك سيد بانديس. المدفع الخالص. شكرا لك على الجواب. إنه نعم. شكرا لك. ليس كأس العالم. ليس لا لا فهمت. هذا مدفع عالمي ذهب. ما شاء الله. والسؤال التالي هو كيف تم تبييض أموال الأورو؟ تبييض أموال الأورو. كنت أسرح حتى بالدجاج في أنت تسرح بالكلاب وبالدجاج؟ نعم، بالكلاب والدجاج. لم أسمع بهذا من قبل. والبقر والغنائم، كل شيء، ولكن الدجاج الأبيض هو من كان يبيض لأموال الأورو. الأورو. وكيف يتم هذا؟ أنا كنت أعطي له الأكل وهو يبيض في البيضة أموال بيضة. هل لديك دليل على هذا؟ نعم. أين هو؟ إنه في طاولة الكونغرس. سوف نقوم ب ب ب لقد فعلوها. لماذا أنت ماذا بفاعلة؟ أنت لا تستطيعين. أوكي. وقالوا لي في بيزبو طاولة الكونغرس والإف بي آي والسي آي آي قالوا لي أنت شريكنا في كل شيء، والحمد لله. حسنا، سوف نتم إلى السؤال التالي والأخير. نعم. عفوا، كيف تم سرقة التالي والأخير؟ الحمد لله. لا مشكلة هناك؟ هناك مشكلة كبيرة في هذا السؤال الأخير، ولكن هل هناك في مشاكل؟ أنا لا عندي مشاكل. لا هنالك مشاكل. أنا لا أشد في عند المخزن أم عند الشرطة أم. كيف تم سرقة رئيس كوريا الجنوبية؟ اغتيال رئيس. ليس اغتيال. نعم السرقة. سرقة اغتيال. كيف تم ذلك؟ دبرته عليه. دبرته بضربة قاضية بقنبلة الهيدروجينية، وهم قالوا لي أنني سرقته ولم أسرق. لم تسرق. هذا اسمه جيم جون. لم أفعل سرقة، بل سرقته نعم، ولكن ذهبت إليه إلى البحر
لكي نقمته في قنبلة ماذا تعني أخرى. قمته؟ نقمته في قنبلته يعني الهيدروجينية، يشد. يوجد في القنبلة الهيدروجينية، وعملت بهذا الشعر هذا، لماذا هذا العقاب؟ هذا الشعر، ولماذا هذا العقاب؟ لأنه مجرم. هو مجرم، هو مجرم لأمريكا، لروسيا ولأوروبا. هذا حرام عليه، هذا هو حرام، هذا حرام. أمريكا هي أحسن بلد، وهي تعطي الحق اصمت لحق أيها الإنسان. العربي، اصمت. هو حقيقي. هو ترامب أنت رئيس عربي، أمريكا. أنت عربي، من هو؟ أنت عربي. هو ليس عربي، هو يدافع عن المسلمين وليس عربي. نعم. ثم كما هكذا، وجعلته في القنبلة الهيدروجينية، وهو طار في السماء وانفجر. انفجر. ولكن سرقته، نعم، مسروق، ولكن علموا بهذا وقالوا لي الله يرحمه، الله يرحمه إن شاء الله. الله إن كان مسلما فرحمه الله. مسلم أم غير مسلم، رحمه الله. أريد أن سألت أقول لك هذا، شيئا. هو إنسان. هل أنت إنسان؟ هل لو كنت من الظالمين، هل تحبين جهنم؟ لا بالطبع لا. هكذا. أريد أن أسألك سؤالا يا سيد بانديس، هل أنت محترم؟ ما احترمي نفسك أولا. لا أسألك، هل أنت محترم؟ أنا محترم دوما. لماذا لم تنزع نظارتك؟ طبعا لماذا؟ إننا نقوم باستجواب لأنني صحفي. محترف هل لديك مشكلة في عينيك؟ نعم، مشكلة كبيرة، مشاكل كبيرة أية مشكلة؟ في مرض نفساني، وفي أمراض طيارة وصواريخ وقنابل والبحر المتوسط، حسنا الأطلسي والأسود والأحمر وكل أريد شيء. أن أطلب منك طلبا، هل ستسمح أن أصورك وتنزع عنك نظارتك وقبعتك؟ لماذا؟ لأنني أريد أن أراك جيدا. احترمي نفسك، احترمي نفسك، هذا صفق احترمي من في الأرض، احترمك من في السماء. لكي يتعرف الناس عليك بكل. هل فهمتي أم لا؟ اذهبي عني، اذهبي عني الآن. الآن أنت حرام عليك أن توقفي هنا. حسنا، السلام عليك. الرجال الله لقد حرام صورك، عليهم، لقد كنت هم عليهم على العقاب والعذاب. حسنا، لقد نحن كنت لا، بالتصوير. نحن علينا الحياة والرحمة وكل شيء. حسنا يا سيد، لقد قمت بالتصوير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انت ما كيك تسولي البولي، انا كنعرف شو كنقول. سكتي عليا، سير سير بحالك الحمار. كتسولي كنتكم انتوما مجرمين، راه سيري تسبحي وتقرا القران. ضيع في الصحافه التمثيل. لا، ما خصكش تكملي، غادي تزيد. ما قلتهاش ليك تحيد يا حمارة، كتكلمي. لا ما تكلميش، ليك تحيد النواظر وشوف. لا ماشي مزيان، عاش قول يا كبولي والحمقى. باش نتعرفوا عليك شكون الوجه الحقيقي.